اهلا وسهلا، والكتاب خير جليس بقرا وبسكر. والسلام عليكم والرحمه علينا. شو بدي اقول لكم اليوم؟ تاسع يوم بايدي كتاب مهم كتير، ودايما من حرقه قلبي بقول بتحدى اذا في حدا بهالشهر الكريم وكل لحظه كريمه عنده واحد بالالف من هالعلوم اللي موجوده بهالكتاب بين ايدي. لمعين الدين الششتي، علم اعداد وأرقام وأحرف. ليش 28 يوم مد وجزر؟ ليش منقول الهلال؟ كلنا عرب ومسلمين وغير مسلمين، كل واحد بيحكي عربي ببيته، بس حدا يفوت بيقول أهلا وسهلا. شو هالكلمة؟ هلك ومستهلك. منقول السلام عليكم، المسيح قال، بس لما صرنا مسيحي غير مسيحي كاثوليكي سني شيعي، لا، السلام عليكم للمسلمين، نحن بونجور كومون سافا هاي باي. كتاب الصوفي هيلينج لمعين الدين الششتي وغيره من الكتب للمسلمين حكي عن هالعلم. بالاجانب اخذوا هالعلم سموه نيميرولوجي، علم العدد. مرق 8 8 ب 8 ب 8 ب 8 64، على 64 مجرة منفوت إذا عرفنا علم المتمن. شو هن الثمانية؟ أربع زوايا. ليش زوايا القلب؟ زوايا هيك كلهم بالكعبة، وين الكعبة؟ عم بيحفروها، قال لهم الحبيب بقلبي. سو هالعلم منه موجود، عم فتش بأمة العرب إذا في حدا بقدر اتهدى فيك، بلاقيهم يلي بيسبوا بمريم نور وبأوشو وهالكافرة وهالملحدة يعني اللي ما بيحبني ما بيسبني، بتسبني المسبة محبي يا خيي، ما في عندي شيء إلك يعني. بعت لي شو في عنده شهادات، إذا بقرأ لكم ياهم بتستفرغوا. ما بقدر أقول يعني إنه كيف بدي صدق إنسان قد ما عندك ضعف يا خيي حامل هالشهادات، بس حدا بده شهادات؟ إلا اللي ما عنده أشهده بيحمل هيك الشهادات. وكلهم قالوا لي جاوبي بهدلي، عم بسب فيكي على المواقع عنده وين ما كان بأمة العرب. ما بدي سب فيك، أهلا وسهلا فيك، بس ليكو كم عضو عنده. عضو في الجمعية العالمية للطب الوقائي الجديد، عضو في الجمعية البريطانية للتغذية، عضو في الجمعية الأمريكية للسرطان، عضو في المنظمة العالمية لداء السكري، عضو في البورد أمريكان، عضو في الجمعية الأمريكية. ما بدي إلكن كم عضو يعني، هيفا وهبي بتفهم أكتر بالأعضاء وكل هالفنانات. نحن بالمجلس كم عضو عنا دخلكم؟ مشي 100 200 كلنا. عضو في الجمعية العالمية للطب، العضو في المنظمات والمجامعات، عضوية وعضوية في الجمعية الروسية للطب. ما بيعرف انجليزي وما بيعرف الا يس نو هاو ار يو. يعني لو ما انت موجود هيك، علم الطاقة التسعة، دليل الميكروبيوتيك الى الحياة، جوهرة الميكروبيوتيك، كل هالكتب وكتبهم، قواعد الطبخ، علم الفراسة والتشخيص، الجريمة، حلول الفنك شوي، فن قراءة وملامح الوجه. ما فيني إلكن شو حامل شهادات وشو عامل ومستشار مدري مين ومستشار التدريس والتأليف. بسب مريم نور بطريقة كتير بذيئة، أنا بحبها، المسبي محبة، وهيك أوشو المسبي محبة، وهيك ميتشو. كتار من أمة العرب يا أخوتي بيروحوا لعند ميتشو بيتصوروا هن وياه، وبصير يكتب كتب وهو الفنان وهو هيك وهيك. وأنا ما بهمني المال، بس عم بقلكن حتى كون بلغكن إنه مريم نور، مش مريم نور، ميم نون اللي بتطلع على التلفزيون وبتحكي. ما عندي شيء أقوله. مرة أوشو زدت عليه صرمية، قال له زدت لي التانية تلبسهم يعني. زدت عليه سكين، قال له تعلم الرماية تتصيب. ما فيني أقول لك شيء يعني، ما عندي كلام لهالناس ولهالقوم ولهالشغب ولهالشعب. هو حشود. قال له تعي شوفي اللي عم بيحكي عن الله عنده ألف حجة. قالت له لو ما عنده ألف شك ما جيب ألف حجة. لو عندك احترام لنفسك، لحالتك، للفطرة اللي عندك إياها، ما بتحمل شهادات ولا ألقاب. من منكم محمد؟ كنت بدي أخد اسم أنا وطلع باسبور، قالوا لي لا بدك اثنين على القليلة. أخدت مريم نور اسم، ما عندي عائلة، عائلتي هي الدنيا من كل عائلة.
فإذا ما فيني رد عليك ونضيع وقت تكون بنفس المستوى. أنا بدي استوى وانطوى، ما بدي هالمستوى المنحط بنوع خاص بأمة العرب. وكل لحظة عندي رمضان، كل لحظة إنسان، كل لحظة قرآن وفرقان، هالخمس حدود. مشان هيك لهالشخص اللي عم بتسب فيي، إن كنت بالكويت أو بدبي أو أبو ظبي وين ما كنت، رح أقول لك إنه أنا عندي هدية لإلك مهمة كثير رح أقدم لك إياها، وهو كتاب رح ينزل اسمه كتاب الحكمة. أكيد رح تسبني وتقول هذه المرأة لأنني أبلغكم عنها، بدك تعاني. كتاب الحكمة الإناء مريم نور هو خمس حدود، ما بدنا إذن ولا من الدروز ولا من أي إنسان، هالخمس حدود فينا هون الإناء، وبعدين الجزاء والبلاء والجلاء والفناء. بتصيروا تعرفوا ليش الإسلام أخذ اللون الأخضر، ليش قرآن إنسان ألف ونون ألف ونون ألف ونون، ليش أرحنا يا بلال بالظهر وبيقول أسهد؟ شو يعني الأرض؟ شو يعني التراب؟ شو المي؟ شو المعدن؟ شو الشجر؟ أمكم الأرض وعمتكم النخلة. وشو الظهر؟ أول الأذان ارتفع من بلال. فإذن هيدا الحكمة هون. هالكتب إن شاء الله تكون نزلت على السوق، لأنه في مؤامرة كبيرة مريم ما تنزل الكتب بالعربي، لأنه بيوعوا وبيصحوا أمة العرب، بدهم إيانا نضل نحن جرب. لهالسبب على موقع بيت الله في واحد اسمه مايكل ساريون، MAMICHAEL ساريون، محطوط على موقع بيت السلام وموقع بيت الله، والكمان أكثر شيء موقع بيت الحياة. هالإنسان فضيحة بالعالم ومختفي وما حدا بيعرف وين هو، وعم بيحط أسرار من 2007، أسرار كل العلماء اللي قتلتهم أمريكا، ومش أمريكا الشر، ومن هو هالشر؟ هالشر هن الزيونست الصهاينة من ملايين السنين، ما قبل آدم وحواء بالبلبلة إجوا من مجرات كونية. فإذا وقت اللي منفتح باب علم رمضان وإنسان، نعم بتصير أنت أنسنة الله فيك وفيه، ما بعد فيك تسبني، لأنه ما في اثنين الله يا يوسف، في الله واحد، ما زال الحقيقة وحدة. الله موجود بالشيطان وبمريم نور وبالتراب، إنك ترى الألوهية أينما توليتم فتم وجه الله. كتاب الحكمة رح يكون لك، انت تصرف فيه، بتحط زيادة عضو في كتاب الحكمة، كون عضو مطرح ما بدك وعض كل هالناس، مين رح يسمع لك؟ الكذاب يا خيي بيجي من الخوف، والخوف من الجهل، والإنسان عدو ما يجهل. وقت اللي بتعرف نفسك ما بدك شهادات، ما بدك ألقاب. سيدنا عمر بس تحرك من السعودية عرفوا انه المفتاح للخادم مش للي راكب على الجمل، نوره بيسبق جسده لانه ساجد. بس اليوم بأمة العرب ممنوع تعرف حياتك وحقيقتك وقيمتك وقيمة القرآن والإنجيل والتوراة والإنسان والتراب، أن ترى الله في كل شيء هالألوهية. مؤامرة كبيرة، رجعي على أمريكا، بيل جيت تحت تصرفك، أوباما وكله، شو عم تعملي؟ With the dead Arabs. لا، عندي كتاب خير جليس، وعندي صديق اسمه خليل أبو الشوارب، اكتفيت، عندي أكثر بس هي هو. فإذا كل واحد منا هيدا عم تتحرك هيك لشيلة، بس بدي أخبر عنه هالعقد. كل واحد منا هو مسؤول عن هالمن والسلوى. وأتحدى إذا في حدا بأمة العرب في يحكي مثل مريم بدون ورق، لأنه عندي حق. حتى بحمل ورقة لأني بخاف منكم بني جهل. لعنة الله والرسول عليك، أنت الملحدة الكافرة بيّنت إجريك. ما فيني إلكن إدى إجاني إيميلات تأتحجب من بعد ما شافوا حطيت
ما بدي أقول حجاب، وصخنا هالكلمة. الحجب انكشفت عن الرسول، هو خاتم الأنبياء، انكشفت عنه. مش هون الحجاب، كلنا خلقنا عريانين. بالرهبات الأرثوذكس وغيرهم، بالموارنة كمان، بالكاثوليك، الرهبة كانت تحلق شعرها وتغطي. ليه؟ هيدا علم، هير باور. وبعدين قالوا لا، وشلحوا ثيابهم ولبسين سبيل أو عريانين. في قبيلة عريانة بالعالم وين ما كان، وبأمريكا وقت اللي رحت لعندهم ما قدرت أشلح، بلبسوك كفن، وفيك تمشي بالكفن، ومطرح ما بتموت بتندفن بدون كفن. والرجل بيدفن المرأة، والمرأة بتدفن الرجل. فإذا احنا كلنا عنا بعد هالغريز الجهل اللي فينا، اللي ما بيعرف شو في بهالإناء، بيضل قاعد بالأواني مش بالمعاني. وراح أحكي عن هالفستان اللي لبسته. هيدا إناء بحبهن كتير، ومن أغلى التياب بالعالم ماديا. وكان عندي بنت تساعدني وتخدمني من الفلبين، مشان هيك قررت إنه عملتها أنا حرامية، بجيب ناس يساعدوني من لبنان، من الأشرفية، من بيروت، من أقرب الناس تجي ماشية لعندي من ما يليك. لقيت إنه في نار مش موجود الكبوت، وما فيني ألبسه لأنه هيدا كتير رقيق، لازم يكون معه هيك. قلت لها إذا أنت أخذتي رح أعطيكي هول اللي أعطيتي إياهم. وعرفت إنه هي. قلت لها تاخديهم أو أنت بدك تبيعيهم، شو بدك تعملي فيهم؟ ما حكي. كنا بلقاء، ولقيت هالست اللي هونيك لابسة هالكبوت. قربت وقلت لها رح أبعث لك التياب. استحيت. قلت لها لا، هيدا إلي، أنا عملتها حرامية. وبعدت لها إياهم ورجعت طلبت من كمال مزوق يجيبهم. ما فيني إلكن اليوم، بعتت لي هدية واعتذار وقالت لي بس بلشت أقرأ أوشو وشوفك عرفت. وكنت عم فتش تجيب هيك شي حط عويناتي فيه، ورحت مطرح ما بشتري العوينات، وأنا كده عمري 14 سنة ولبست عوينات، وبضلني بروح لعنده. وبأميركا مطرح ما روح فكر فيه، بس جيت ضلني بشتري من عندهم عوينين. وقال لي مرتي ماتت وأنا ماني مطور رح ألحقها. وهيك صار، هلا أولاده استلموا. ورحت لهم بدي عطيوني بس مش حلوة. جيت لقيت بعتت لي هدية، قالت لي Life is good, enjoy the little things. من هالسرقة يلي سميناها سرقة صارت هي صديقة. والبنت تعلمت إنه ما لازم تجي حدا من برات لبنان يخدمنا أبدا. من ما يليك، ليش بيستحوا بناتنا؟ أنا بأمريكا كنست ومسحت وجليت، وهلأ كنس ومسح بجلي ببيتي، وطبخت من رئيس الجمهورية وأعلى، هو أوطى واحد كان يلي هيك قتل ناس كتير حول العالم، من ريغان لبوش وغبيه، وأوباما ما رح يقدر يعمل شيء. رفقاته يلي طلعوا معي على نيو تي في ما قدروا يقولوا شيء بأمريكا اللي قالوها. فإذا ما في حرية، حطوا لها نقطة. الحرية موجودة، الحرية منا حرة، وبنوع خاص بالأمة العربية حرة كثير ما فيكم تحكوها. فإذا على موقع بيت السلام في عندي حرية أكثر، والحرية الأكثر موجودة لما نكون وجها لوجه، وأكثر شيء بالبيت، ومش لكل الناس، نخبة النخبة. مرة في إجا شاب من بلد عربي خصوصي تأعمل له ريبيرثينج، وأنا شفت عنده هالكراميات هالصبي، عملت له ببيتي، ولا واحد ببيتي عملت له إياها، ولا ببيت السلام، لأن هي طاقة قوية كتير، وربي أكرم كل إنسان بكراميته، كلنا عنا إياها. ما قال شكرا، ما عمل ولا صدقة لألي ولا لغيري. شافة بعد ثلاثة أيام اختفت، رجع اجى قال لي ليه راحت؟ قلت له أنت بتعرف. فإذا وقت الله بيعطيكم كرامات ياخذوا في صدقات وزكات. تتذكروا وقت اللي كان كبير وفريد عندهم تلميذ كلهم بحبوه،
بس هالتلميذ اسمه سراج، وسراج بحب يجيب حجار، وكلهم بيضحكوا عليه. والمرشد قال لهم اتركوه، أن ترى الله في كل شيء، إذا الله منه بالصنم، الصنم أقوى منه، على القليل الصنم ما بيقتل، الإنسان بيقتل، بيستكبر. واستنار تلميذ من تلاميذه، فات بفكره لسراج وحمل الحجار وراح تيكبهم. قال له المعلم مش منك. قال له هاي الفكرة فاتت فيي. قال له رجعوا يحطهم بقوتك وحبهم. وقال له اجتك الإشارة من الله، أنا هلأ رح أخذها منك قبل ما تموت 3 أيام برجع بعطيك إياها. وقت اللي اجت نور يقذفه الله في قلب المؤمن، وقت اللي اجت الإشارة عرف إنه بده يموت، قعد يستغفر. فإذا هلأ بدنا نستغفر كل لحظة، واغفر لنا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا. يا حبيبي شو هالصلاة، وباللغة الأرامية حلوة كتير، بالفاتحة كمان لحي قدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم 7، لكيف عم بيطوفوا. بالمسيحية 3 لحي قدامكم. بالتوحيد الواحد الأحد لحي هون. أن ترى الله في كل شيء، كل واحد حر، انت واحد احد، انت 3، انت 5، انت 7، انت 10، انت 64، وفيك انطوى العالم الاكبر وكل المجرات. بتسالوني صايمه؟ انا وعم باكل صايمه ان شاء الله. مسلمه؟ الحمد لله لا ماني مسلمه، ما بدي اسلامكم واسلام العرب، اسلام الله تعرفت عليه قبل ما جيت عندكم. في حدا مسلم لحد هلا ما التقيت؟ مؤمن قطعت الامل، الأمل بنفسي ثم نفسي ثم نفسي ثم أخي، موجودين بكل بلد عربي، 1، 2، 3 عندك، 1 عندي، 5 هونين موجودين. بس واحد شوفه كذاب وما عنده gratefulness وهيك بعمل له ديليت وبلوك، ما بشيله من قلبي لأنه القلب واسع كتير، بس بشيله من فكري، بسامح وبغفر وما بتعامل معه خلاص. لا أول مرة وتاني مرة وتالت مرة، أنا ماني محمد ولا المسيح ولا رابعة ولا ميتشو ولا أوشو وشاوة، ماني منهم. أنا إنساني وإنسانة الله فيي، وكل واحد بيكذب وحرامي ولص ومنافق وما عنده أخلاق. ليس إنسانا على الإطلاق من لا عنده أخلاق. بعدني بس واحد يقول لي جيت بكون عندك الساعة 9، 9 إلى 5 بكون على البيت. بعدني هيك تصدق إنه أنا ماني بلبنان، ماني بأمة العرب. هيدا شي بيعذبني لأني هيك دقيقة بالوقت وببيتي وكل شي بقراه بشوفه هيك لقي صار خريطة بقلبي، وما حدا بده خريطة على بيته، كل واحد بيعرف بيته بدون ما تعرف الخريطة. هاي الخريطة حطيناها نحن من أفكارنا. مات في سبيل لبنان، وينو لبنان؟ وين ما رحت لبنان؟ أنت لبنان. وكلنا مصالحتنا على الأس، على الدولار والدرهم والدينار. مشان هيك عندي خوف منكم من هالكتاب ينزل على السوق وتقولوا هودي الخمس نجوم هن نجوم اليهود الصهاينة. هودي الخمس حدود تأكدت انه النجمة منا هيك، وقالوا لي أكثر من دار نشر، وحكيت مع أكثر من عالم أجنبي، ما قلي كتير ثقة بعلماء العرب وبنوع خاص علماء الدين. علماؤنا شر علماء، منهم تخرج الفتنة وإليهم تعود. مساجدنا عامرة في البنيان خالية من الإيمان، لا يتعدى اللسان والأذان كلامنا. فإذن رح يكون كتاب الحكمة أول واحد الإناء، رح شوف ردة الفعل، برجع بكفي الجزاء، البلاء، الجلاء، وبعدين الفناء. وكلنا بنمرق بهالخمس حدود حتى تفوت باللا محدود، هو الوجود. مين الوجود؟ يلي موجود بهالوجود. انت ميت؟ لا. اللهم تقبل منا هذا القربان يا حبيبة قلبي والحسن والحسين. شباب الجنة؟ نعم، لأنه بالجنة ما في عمر، ما بيكبر الجسد،
الساجد موجود بدون جسد، الجسد هو سيارة، حتى تنزل على هالمسارات بتلبس سيارة وبتجي، السيارة بتكبر ما بتختير، اللي ما عنده كبير بيشتري كبير، الشايبة هيبة، ما بقى فيها هلا شايبة، لأنه ما بقى فيه هيبة، كلنا كوبي بيست وبلاستيك سيرجري. يا أشباه النساء والرجال، ومن الشبه 40، شو يعني 40؟ نحن 99.99، بس الأربعين دايما بالمسيحية بالأربعين يوم نرجع منتذكر، بالأربعين يوم كذا والأربعين يوم، وبالإسلام وبدين الله كلنا الرقم الأربعين والأربعة مهم كتير، كل هالزوايا فينا، بس نحن قاعدين بغرفة مدورة منفتش على الزاوية من الضالين. فإذا بدي أطلع من هالسجن اللي أنا فيه، سجن الجهل، والإنسان عدو ما يجهل، كل يلي عم نسب إذا فينا برمضان ننظف كل المواقع، ما نسب وما نحب، ما بدنا مجاملات، ما عندي مجاملات أبدا. كيف كيف الصحة بتبويس وتجدي، ما عم بقدر أطلع بقى من البيت، مبسوطة جوا مرتاحة، ما في شك اللي بدي موجود لليوم وبكرة، وما بعرف إذا بعيش بعد دقيقة، ولكن بحتار أوقات، بحب أطلع أشوف بشر، بلاقيهم أموات عم بيمشوا مثل ما قال المسيح، الحديث سياسة ودين وتياب، وكل ما بمرق كل ما بيجي بسأل شو عم بيعمروا هون، نادي كلاب ستار أكاديمي عقدمي، رقصوا هزوا، وبرمضان تصوروا رمضان كيف صار أرجيلي وطعامه، يقمن به صلبه، مش عن فقر أبدا، عن غنى. إذا منعرف القليل من اللي بتعرفه مريم نور، ومريم نور نقطة ببحر النور عند أوشو وأوشاوا يلي منسب فيهم نحن العرب، ما حدا بيسب فيهم إلا العرب، لأنه اليوم كتبوا حول العالم. أمريكا وقت اللي قتلوا ريغن، هلأ رح أشوف شو عم بيصير، كتبوا أكتر شي بتنباع، أكتر الكتب لأوشو عم بتفوت على السعودية يا عبد الله، هيدا فخر العالم إنها تفوت كتبه، وأنا كانت تفوت بندر كان يفوت الكتب، أكتر الكتب ببيتك وهيفا وكلهم بيقروا كتبه، كل العيلة المالكة، عشو نحن مالكين بما ملكت أيماننا اليمين طاقة الصعود، هالإنسان كتاب الله المبين، أنا من لدني علما، ما بدي من الكتاب، أنا بحمل الكتاب بس مع العرب، لأني لعنة الله والرسول عليك، بيّنت أجر دخلكم، الأجر من الله، بدون هالأجر ما قدرت أجي، هالأجر الصغير اللي حيملي هالجسد، أجلك أجري، أجلك أنا، لا في أنا صغيرة وأنا كبيرة، تعرف على الأنا الصغيرة وبعدين على الأنا الكبيرة، يا حبيب قلبي، نحن ما في حدود بيني وبينك، انت بدك تسب مالك حرام بتروح انت وياه، اللي حبست هرة، ومال الحلال بيروح، بس وين بيروح صاحبه؟ صاحبه بيطلع من أمة محمد، ونحن 72 ملة، 7 و2 9، اليوم أي يوم؟ 9، 72 ملة بالنار، إن شاء الله ما تكون انت وأنا علة، ونكون بالنور.